عشان نعمل السلطه عندنا تونه متصفيه، عندنا مايونيز ومستردة، ذرة علب مسلوقة متصفية طبعا، عصير ليمون، فلفل أخضر رومي، حلقات من الزيتون الأسود وفلفل أسود وبابريكا. هحط يعني مش هحط ملح لأن عندي التونة مملحة والزيتون مملح، والحقيقة المستردة كمان بتبقى مملحة شوية، فمفيش داعي أبدا إن أنا أضيف ملح هنا. أول حاجة بحب أحطها تكون البصل كالعادة، واديله كل التتبيله اللي هي البابريكا، اللي مش عايز بابريكا ممكن يحط كمون، الفلفل الاسود، عصير الليمون، اقلب، اغطي البوله 10 دقائق، اسيبها ارجع لها بعد 10 دقائق اقلبها تقليبه كمان، وبعدين ابتدي اضيف الفلفل الرومي، الزيتون الاسود المخلي، المستردة، المايونيز، التونة اللي احنا صفيناها من الزيت بتاعها. لو لسه ما عملتوش التونة البيتي ارجو انكم تعملوها، وان شاء الله قريب جدا هعملها لكم تاني، نعيد الوصفة تاني قريب قوي ان شاء الله. وبعدين اخد كل ده تقليبة مع بعضه وخلاص، خلص الموضوع. سلطة لذيذة سهلة سريعة ومغذية جدا، وزي ما قلت لكم هتقعد معاكم في التلاجة يومين ثلاثة، مش هتبوظ مش هتدبل، فلطيفة قوي قوي.